السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ده مختلف عن الفيديوهات اللي نحن الآن بناخدها في كورس أساسيات علم الأدوية، وحيكون عبارة عن بلان، خطة لمذاكرة علم الأدوية. أوكي، فالخطة دي هتكون خطة عملية إن شاء الله لتحسين درجاتك، لتحسين تحصيلك، فهمك لمادة علم الأدوية، وأكيد هي مادة مهمة جدا لكل طلاب المجال الطبي. وحتى ممكن النصائح الموجودة في الفيديو ده ممكن تكون يتم تطبيقها برضو على مواد تانية وتديك نتائج ممتازة بإذن الله. وفي نهاية الفيديو أنا حأصدمكم بمعلومة خاصة بكمية المعلومات اللي أنت ممكن تحتفظ بها في بدماغك باستخدام الطرق المختلفة بتاعت المذاكرة. فنبدأ بأول حاجة، وهي إنه دائما 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 أنت بتحتاج تخلو بنفسك وتراجع وتسأل نفسك، هل أنا من ناحية بتاعت هابيتس وعادات، ومن ناحية بتاعت أدوات اللي هي التولز والميثودز، أنا متبع الطريقة الصحيحة ولا لا؟ لأنه ده بيجاوب لك جزء كبير من الأسئلة اللي بتخص ليه أنا بذاكر لكن ما بلقى درجات كويسة، ليه أنا مجتهد لكن ما بصل الدرجة اللي أنا عايزها. فالموضوع ما بيطلع من اثنين، يا إما في مشكلة في العادات، والعادات تشمل نظامك اليومي من الصباح لحد ما تنوم، والتولز واللي هي الادوات اللي انت بتستخدمها في المذاكره. وهنا ادوات ما بقصد الحاجات الاقلام اللابتوب وكده، لا لا، انا بقصد الطريقه بتاعت المذاكره اللي انت بتتبعها. فانا ما هتكلم عن الهابيتس والعادات، لازم انت تكون عاداتك الصحيه موجوده، تاكل تشرب كميات كافيه من الماء، ما تساهر شديد، كويس، دي كلها حاجات مهمه، تقرا في الاوقات الهاديه بعد صلاه الصبح، والحتات دي. التولز والميثودز هي اللي هنركز عليها في الفيديو ده بإذن الله. وأول حاجة نبدأ بيها، عايز أديكم فكرة إنه علم الأدوية ده لو حاولنا نمثله بالمبنى اللي قدامنا ده، هنلاقي إنه الأساس مكون من مواد مختلفة، اللي هي مواد هي ما علم الأدوية لكن عندها علاقة بعلم الأدوية أو بتمثل الأساس لعلم الأدوية. وأول هذه المواد هي مادة علم وظائف الأعضاء، أوكي، واللي هي الفيزيولوجي، علم الفيزيولوجي أو علم وظائف الأعضاء. أيضا البايوكيمستري من المواد اللي عندها تداخل كبير جدا وبتمثل أساس للفارماكولوجي، بالإضافة للباثولوجي اللي هو علم الأمراض. أكيد أنت لو عرفت الشيء الطبيعي وعرفت كيف تغير إلى غير طبيعي، هتعرف كيف أنا هستخدم الدواء عشان أرجع الحالة للطبيعية. فدي الفكرة الأساسية. ابقى الآن لو أنت بتقرأ في فيزيولوجي أو بايوكيمستري أو باثولوجي، ركز على المواد دي، أفهمها كويس، لأنه عندها تداخل بعلم الأدوية. طيب الهيكل هو البيزكس أوف فارماكولوجي، أساسيات علم الأدوية، والشبابيك والأبواب والزينة والحاجات دي عبارة عن الدرجز المختلفة اللي هتلاقيك أثناء دراسة علم الأدوية. يبقى هل أنا من غير أساس، من غير بيزكس، ممكن يعني اقدر افهم الدراجز واعرف الاساسيات بتاعتها؟ ما هقدر، لازم يكون عندي بيزكس افهمها وبعد ذلك امشي الى الدراجز. عشان كده في الفارماكولوجي ما هيخش لك في الادويه طوالي، لا، هيديك اول حاجه بيزكس اوف فارماكولوجي. عشان كده عندنا في الترم الاول دايما عندنا بيزك فارماكولوجي، او اللي هو دايما بيكون انتروداكشن، مقدمه كده عن علم الادويه، يعني شنو علم الادويه والبرانشز الفروع بتاعته، ما عارف شنو، والفارماكو داينامكس. طبعا الفارماكو داينامكس دي متعلقه بكيف انه الدواء بيشتغل، هاو دراج اكت او هاو دراج اكتس، وعندنا الميكانيزم اوف اكشن، اليه عمل الدواء، الايفكتس بتاعت الدواء، البوتنسي، الافيكاسي، التفاصيل دي كلها في الفارماكو داينامكس. بعد ذلك عندنا الفارماكو كاينتكس اللي هي متعلقه بتوزيع الدواء، امتصاص الدواء، ثم توزيعه في الجسم، ثم يعني ارتباطه بالاماكن المختلفه في الجسم، وبعد ذلك خروجه خارج الجسم اللي هو الاليمينيشن، حاجه بنسميها الادمي سيستم اللي هي ابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم اللي هو تكسير الدواء، واخيرا او تحويره كيميائيا يعني، واخيرا اللي هو الاليمينيشن او الاكسكريشن خارج الجسم. اوكي، فدي كلها هتلقاها بصوره اساسيه في كتاب اسمه رانج انديل فارماكولوجي. الكتاب ده ممتاز جدا للتأسيس بتاع الفارماكولوجي. في البدايات بتاعت الكتاب هتلاقي انه في تفاصيل عن تاريخ علم الأدوية، عن الريسيرش او الابحاث اللي الان شغالة في علم الأدوية،
وهنا ده بيقودنا لسؤال مهم جدا، هل انا عشان اتميز في علم الادويه ضروري اقرا الكتاب من الغلاف الى الغلاف؟ اكيد الاجابه هي لا، انت بتمشي بطريقه ال SQ3R، اللي هي انه انا لما اجي اقرا درس معين من مرجع معين بعمل اول حاجه سيرفي، اشوف العناوين الرئيسيه والسب تايتلز اللي هي العناوين الفرعيه، بعد ذاك لازم انا من باب الفضول اخد لي كويتشنز اسئله، الليله احنا دون المحاضره بنتكلم عن علم الادويه كويس وكيف الدواء مثلا بيشتغل، لازم اخد السؤال ده في بالي. اول ما خطيت السؤال في بالي اثناء قرايتي السريعه بقرا بصوره سريعه، ما احفظ اي سطر وكده، لا لا ما انا بمشي سريع في القرايه، اول ما لقيت اجابه للكويتشن ببدا اركز اكتر اوكي، وببدا اراجع ريساي اراجع لحد ما احفظ الحتات المهمه، ما كل حاجه هي مهمه في الكتاب اوكي، واخيرا بعمل ريفيو او مراجعه سريعه للحاجات انا عرفتها او حفظتها اوكي. طيب البيزك فارماكولوجي ده يعني هل انا بحفظ فيه ولا بفهم فيه؟ يعني هنا الاهم الحفظ ولا الفهم؟ طبعا دائما ده سؤال بيقول لك احسن انا احفظ ولا افهم، احسن يكون عندك الاثنين مع بعض. انا دائما بقول انه الزول الفاهم وما حافظ بعض الحاجات بيكون زي الفيلسوف، والزول الحافظ لكن ما فاهم حاجة هنا ما حيكون قادر يستخدم المعلومات دي، او لو ادوه سؤال باي طريقة مختلفة ما حيقدر يجاوب عنه، بالتالي لازم الاثنين مهمات. لكن انت بعدك تتعامل مع فاكتس حقائق وبتتعامل مع كونسبتس مفاهيم، دايما الحقائق ما في طريقة غير انك تحفظها، والكونسبتس والمفاهيم الافضل انك تفهمها وتعمل لها كونكشنز تربط المفاهيم ببعضها البعض. الحاجة دي قد ما تحس بها في البداية لانك اكيد يا دابك انت بتاخذ المعلومات، لكن كل ما تمر لقدام محاضرة محاضرتين 13 الترم الاول الترم الثاني الثالث لازم تكون عندك التركيز على نقطة ربط المعلومات ببعضها البعض اوكي، لانه ده بيميز الطالب من الطالب الاخر بالمناسبة. الجزء الثاني من الفارماكولوجي هو الكلينيكال فارماكولوجي، خلاص عرفت الاساسيات عرفت المعلومات الاساسية، هتخش الان في الادوية، والادوية هنا تلقى انه الادوية مقسمة حسب السيستمز، يعني مثلا يقول لك دي الادوية بتشتغل في جي اي تي، دي الادوية بتشتغل في الريسبيراتوري سيستم الجهاز التنفسي، دي الادوية بتشتغل في الرينال سيستم وهكذا. لكن قبل ما يدوك الادوية، يعني مثلا الادوية اللي بتتكلم عن السكري، خلينا نتكلم عن السكري، مرض السكري اوكي، مرض السكري قبل ما يخش لك الادويه بتاعته هيديك الباث فيزيولوجي بتاعه، الباث فيزيولوجي اللي هو كيف انه المرض ده بيحصل، يعني الانسولين دوره شنو الطبيعي، وبعد ذاك بقول البنكرياس اذا حصل فيه دامج وبيحصل كيف هيسبب مرض السكري لانه الانسولين هيكون ما فيش، وبالتالي هاجي للدركس اللي بتشتغل في السكري او بتشتغل في البنكرياس او الانسولين او كده، وده التسلسل المعلومات بيكون عامل كده، يعني انا ببدا بالباث فيزيولوجي بتاع المرض، وبعد ذاك بيجي لي مثلا الكانسر هيدوك الباث فيزيولوجي اوف ذا كانسر، بعد ذاك الانتي كانسر دراجز او الادويه اللي بتوقف الكانسر وهكذا. وهنا انا بنصح بكتاب مهم جدا، والكتاب ده اسمه بيزك اند كلينيكال فارماكولوجي، طبعا من اسمه هو ممكن يديك البيزكس ممكن يديك الكلينيكال، لكن رانجانديل هو مميز اكتر في البيزكس، وبيزك اند كلينيكال فارماكولوجي هو مميز اكتر في الكلينيكال. الكاتب بتاع الكتاب ده اسمه كاتزونج، وفي نسخ كثيرة من الأسيدين النسخة 15 اللي هي آخر نسخة نزلت أوكي. هنا بتظهر لنا مشكلة يعني بيقعوا فيها معظم الطلاب، ودي أكتر معاناة الطلاب من علم الأدوية هي بسبب النقطة الجاية دي، واللي هي إنه إن إحنا قلنا الترتيب الطبيعي لأي درس لأي شيت بتاع فارماكولوجي لأي ريفرنس مرجع تكست بوك بتاع فارماكولوجي هتلقى المعلومات مرتبة كالتالي: باثوفيزيولوجي اللي هو بيتكلم عن كيف المرض بيحصل زي ما قلنا، طوالي بعد ذاك بيدوك الدراج افكتس بيقول لك انه الدواء ده بيعمل كده في الاي، بيعمل كده في الجي اي تي، بيعمل كده في الريسبيراتوري سيستم اند سو اون اوكي. من الدراج افكتس بيقوم بيدوك الاستخدامات الكلينيكال يوزز والسايد افكتس والكونترا اندكيشنز، ودي عندها علاقة بالدراج افكتس، يعني دواء انا بستخدمه في علاج الامساك كويس، لو اثر على العين تاثيره على العين ده هيكون عباره عن سايد افكت اثر جانبي انا ما عايزه، فخلاص انا من الدراكس افكتس اللي هي كتير جدا ممكن اطلع ببعض المعلومات المهمه
اللي هي الاستخدامات، السايد افكتس، الكونترا انديكيشنز اللي هي موانع الاستخدام، كويس، اند سو اون. معناها ما كل المعلومات اللي في الدراج افكتس انا هحفظها، اوكي، لكن حمر عليها لانها هتديني فكره عن بعض الحاجات الموجوده في الكلينيكال يوزز والسايد افكتس والكونترا انديكيشنز. المصيبه انه انت لما تيجي تفتح المرجع وتلقى قدامك الباثو فيزيولوجي اول، اكيد هتجي بحماس وتبدا تقرا الباثو فيزيولوجي وحتديه زمن طويل لانك انت دي البدايه وانت مجتهد وعايز تحسن درجاتك في الفارماكولوجي. لما تصل لي الكلينيكال يوزز والسايد افكتس واستخدامات الدواء وموانع الاستخدام والاشياء اللي تميز الدواء الاول عن الدواء الثاني، كويس، بتكون خلاص انت تركيزك بدا يقل، بدأت تفتر، وحتقفل الكتاب وتقول انا خلاص يعني كده انا قعدت ساعتين قريت علم الادويه. واول ما يجي الامتحان، معظم الطلاب اول ما يطلعوا من الامتحان بالذات في البدايات بيقول لك انه الامتحان كله كان ادويه. اكيد حيكون ادويه، يعني هو اسمه علم الادويه، اي صح، هو الدوك باثو فيزيولوجي وكده، لكن ده بس عشان يذكروك بالحاجات اللي اوريدي انت امتحنتها في الفيزيولوجي والباثولوجي قبل كده، اوكي. فطبيعي انه الامتحان كله يكون ادويه، عشان كده انت مر سريع، اوكي، مر سريع على الباثو فيزيولوجي، وادي الوقت الاكبر او الجهد الاكبر للكلينيكال يوزز والسايد افكتس والكونترا انديكيشنز. والكتاب بتاع بيزك اند كلينيكال ده دايما في نهايه كل شابتر في ملخص للادويه واستخداماتها. انا بقالي بس الا زول ما داري يقرا، لكن طالما انت عندك الملخصات وعندك الحاجات دي مفترض بالراحه تجيب امتياز في علم الادويه، اوكي، ما يكون عندك مشكله فيه. انت بس اقعد واقرا. وعلى سيره القرايه والمذاكره يا شباب، ما ضروري انت تبدا القرايه منها والامتحان، القرايه دي بتبدا من المحاضره. من المحاضرة لازم to take notes. وأنا هنا عايز أقول حاجة، الآن الطلاب الحاجة الأساسية اللي بيعتمدوا عليها هي تسجيل المحاضرات مثلا، أوكي، حاجة كويسة، ما حاجة كعبة، لكن النوتس اللي أنت بتاخدها بيدك جوه المحاضرة عندها فوائد أحسن من التسجيلات، وأحسن من إنك تمشي تستمع للمحاضرة مرة ثانية في البيت وكده تكون قريت الجامعة مرتين. فما في داعي للكلام ده، شيل نوتس، شيل نوتس جوه الليكشر، لأنه ده حيخليك مصحصح متنوم، ده حيخليك يعني تكتب الحاجات المهمة في النوتس. يعني لو داير تفهم أو تعرف كيف إنك تعمل ملخص، أنا بقول لك حاجتين بس تعملهم، أنت أخذ التايتلز العناوين الرئيسية أكتبها، وأكتب معاها الإمبورتنت ديتيلز التفاصيل المهمة. ما كل التفاصيل مهمة، اوكي، ما كل التفاصيل مهمه. اثناء ما الدكتور هو بيشرح اكيد هيقول لك، هيركز على حته معينه، هيكرر حته اكتر من مره، دي اكتبها، اوكي، حتى لو كان خطك شين حد زي كده مثلا، حتى لو يعني ما كان مرتب النوتس بالطريقه اللي احنا بنشوفها في الفيسبوك، بنشوفها في الصور وكده، برضه ما مشكله. في النهايه الغرض انك تاخذ التايتلز العناوين الرئيسيه والامبورتنت ديتيلز، الامبورتنت ديتيلز، كويس. بعد ما شلت النوتس بتاعتك دي، لو عملت لها سكاننج مريت عليها سريع كده قبل المحاضرة الجاية، هتتحصل على نتيجة هتفاجئك بصورة كبيرة، اوكي. يعني النوتس اللي انت بتاخدها لو مريت عليها بس في المواصلات، اوكي، قبل ما تصل المحاضرة او قبل المحاضرة، محاضرة اتلغت فتحت النوتس قريتها، انا متأكد ان الحاجة دي هتفيدك بشكل خرافي، بشكل انت ما بتتوقعه. ونحن هنا بي 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 يعني بنقع في فخ، واللي هو فخ انه نمشي بقانون all or none، بمعنى الطالب حيكون خط في قرارة نفسه او مفكر انه يا اما يقرا الحاجة دي باتقان تام او ما يقراها اطلاقا، يقراها في الجاب، اوكي، ودي مشكلة كبيرة. وانا بقول لك انه لو قريت المادة دي في ساعتين 2 hours، اكيد حيفرق من انك لو قريتها في 20 دقيقة، اكيد حيفرق، حيكون ال 2 اورز عندك فرصه اكبر. لكن لو ما عندك الفرصه بتاعت ال 2 اورز دي، يعني انت نظامك ضاغط بحيث انه انت الليله في محاضرات لحد الساعه 4، بكره نفس البرنامج، فليه تحرم نفسك من ال 20 دقيقه اللي انت ممكن تقراها في الشارع في المواصلات قبل بعد صلاه الصبح، كويس، ما تحرم نفسك من الحاجه دي لانه عندها تاثير كبير جدا، وبتقلل كميه المعلومات اللي انت مفترض تقراها في الجاب. اما لو قلت انك عايز تقرا كل الفارماكولوجي في الجاب، فصدقني اولموست الجاب هيكون انت عامل فيه بالصوره دي يعني.
فانا بنصح بيه كده، انا دائما بنصح بانه قلل المعلومات عليك كل ما لقيت فرصه. اوكي، بعض التولز والتيبس والتريكس يعني الخدع اللي ممكن تساعدك، اولها هي البريكس. اخذ بريك، يعني لما تكون بتقرا لفتره بتاعت ساعه ساعتين اخذ بريكس في النص، ويعني ما تقيس القرايه بكميه الساعات، قيسها بكميه المعلومات اللي انت بتطلع بيها. واذا كنت من نوع الناس اللي بيجيهم افكار كثيره اثناء القرايه، يعني مثلا كيف اصنع ايفون من العجوه، هنا انا بنصحك بانك تاخذ نوتس. يكون عندك نوت بجد، يعني يكون عندك نوتس، النوت دي تكتب فيها كل الافكار المعيه اللي بتجيك اثناء المذاكره، اوكي، عشان بس خلاص تاخدها في الورقه دي وما تقعد تفكر فيها لفترات طويله. من الحاجات اللي ممكن تفيدك جدا انه المعلومات اللي انت راسخه عندك ثبت عليها المعلومات الخايف تنساها او اللي ممكن تنساها. يعني عندك واحد من الادويه او واحد من المعلومات فهمتها بشكل جميل من زميلك، من الاستاذ، من اليوتيوب، من غيره، ثبت المعلومه دي وحاول اربطها بالمعلومات التانية اللي انت خايف تنساها. اوكي، واحده من التكنيكس المهمه جدا حاجه اسمها النيمونكس. النيمونكس عباره عن كلمات او جمله انت بتكون حافظ فيها كميه من المعلومات. اوكي، يعني في التجويد في صف ذا ثناء، اوكي، في ما عارف سيم مثلا، في الفيزيولوجي بيقول لك كلمه سيم، سيم يعني مثلا سينسوري اللي هي الاعصاب الحسيه، دائما بتكون افرنت، نوع افرنت، ولا الاعصاب بتاعت الموتور اللي هي الاعصاب الحركيه دائما بتكون افرنت، وهكذا. يعني انا متاكد انه جزء من التجربه بتاعتك ممكن تكون مميزه جدا اذا استخدمت النيمونكس. اذا ما عندك الخيال الواسع اللي بيخليك تعمل النيمونكس وما عندك المزاج اللي يخليك تعملها، انا انصحك بالكتاب ده اسمه فيجوال نيمونكس بتاع فارماكولوجي، كاتب واحد هندي اعتقد، من الكتب المميزه جدا. كل الادويه او معظمها موجوده في شكل نيمونكس ممكن تساعدك في الحفظ. ده واحد من الطلاب، انا حقيقه عجبني جدا الاسلوب اللي هو عامله. يعني مثلا هنا كاتب انه الزولين ديل عابرين وراضين عن نفسهم وما ملوثين بكلام الناس. هو اكيد عايز انه عابرين دي بيحفظ بيها جزء من الادويه او جزء من الدواء، مقطع من الدواء، راضين، راضين، ملوثين، ملوثين. وطبعا دائما بادئه الادويه بتكون متشابهه بالذات في العائله الواحده. اوكي، فعندهم عربيه لكزيز، يعني باي طريقه انت بتحاول تحفظ المعلومات مع بعض على بعض، دي اسمها النيمونكس. وبالمناسبه ما الفارماكولوجي براو، يعني انت ممكن تخش في جوجل تكتب نيمونكس فور فيزيولوجي، نيمونكس فور اناتومي، نيمونكس فور كده. اوكي، وحتى ممكن تحددها بالدرس ذاته وممكن تجيك حاجات زي دي. ايضا من الحاجات اللي بتساعد في ترتيب المعلومات في دماغك بشكل كويس هي الخرائط الذهنيه، وفي ابلكيشنز ممكن تساعد، يعني ابس ممكن تساعد في الحاجه دي، وممكن تكتب الحاجه دي بيدك. يعني انا كان بعمل مثلا دي المنومات، الحاجات اللي بتنوم، الهيبنوتكس اسمها المنومات، فا او المهدئات. الهيبنوتكس دي كانت 3 مجموعات، مجموعه اسمها بنزو ديازيبينز، مجموعه اسمها باربيتوريتس، مجموعه سبيشال انا كتبت عليها سبيشال لانه فيها ادويه كده خاصه او ما متكلمين عنها كثير. مثلا البنزو ديازيبينز انا كاتب اهم المعلومات عنها انها سيف مثلا. اوكي، كاتب تحت كده انه لو شلتها من المريض فجأة ممكن يجيه انسومنيا، يجيه ارق، هي ما ادوية منومة، لو وقفتها فجأة يجيه ارق. يعني ببدأ اكتب معلومات زي دي. الباربيتوريس شايفين بديت ارسم انه هي ممكن تؤدي الى الوفاة اذا استخدمتها بجرعة معينة، لانها بتعمل ميدالري ديبريشن، بتعمل ديبريشن للدماغ مثلا في منطقة معينة اللي هي بتتحكم في التنفس. فيعني بالطريقة دي، وكاتب انه كلهم انه بيشتغلوا على الجابا، يعني ما مفصل شديد في الميكانيزم اوف اكشن، بس موضح انهم بيشتغلوا ام او اوف اي دي، يعني ميكانيزم اوف اكشن، كيف بيشتغلوا على الجابا ريسبتور. اوكي، وهكذا. يعني انت دي المخططات ممكن تعمل باي شكل، ممكن تعمل دائره في النص وتكتب هيبنوتكس وتطلع سهم كده وسهم كده وسهم كده، تقول انه هنا عندنا فوق البنزو دايزيبينز، وهنا عندنا الباربيتوريتس مثلا، وهنا عندنا الباسبايرون، وهكذا. وبعد ذاك من كل واحدة أطلع المعلومات المهمة والمميزة. طيب أنا أعرف المعلومات المميزة كيف؟ ببساطة أي معلومة تتكرر كثير في كل الأدوية دي ما معلومة مميزة. يعني مثلا معظم الأدوية دي هي أورالي أبزورب، بيحصل لها امتصاص من المعدة، أوكي، وكلها بتشتغل لساعات، لكن مين ما يقول لك الدواء ده التي هالف بتاعه أو عمر النصف بتاعه دقيقتين، طوالي هنا تاخد لك وقفة.
اوكي، بيحصل لهم امتصاص من الجاي دي بنسبة 10%. دي ممكن تكون مشكلة، عشان كده يقول لك ما حنديه الا في شكل اي في او انجكشنز وهكذا. شكل تاني للمخططات زي ما قلت لكم، يعني ما في شكل ثابت، لكن انت في النهاية بتربط به عدد من المعلومات في وقت واحد. ومن الحاجات المهمة برضو اللي انت مفترض تعملها في النوتة بتاعتك او في النوتس، انك تعمل مقارنة بين الادوية اللي بتتشابه في حاجات وبتختلف في حاجات تانية. يعني مثلا البروبرانول والاتينولول الاثنين عبارة عن بيتا بلوكرز، ادوية بتقفل البيتا ريسبتورز، لكن البروبرانول هو نون سلكتيف، بيقفل كل البيتا، بيتا 1 بيتا 2 ريسبتورز اند سو اون. الاتينولول مثلا بيقفل البيتا 1 فقط. اوكي، دي حاجة مميزة، ودي مترتب عليها حاجة ثانية اللي هي انه البيتا 2 مهمة في التنفس، لو قفلتها بالبروبرانول معناتها هتأثر نوعا ما على التنفس، ودي حاجة خطرة للناس اللي عندهم أزمة. لكن بما انك استخدمت بيتا 1 اللي هو الاتينولول بيقفل البيتا 1 وما بيأثر على البيتا 2 بشكل واضح، معناتها ممكن تكون كويسة مع الناس اللي عندهم أزمة. اوكي، وهكذا. يعني انت بتعمل مقارنات بالصورة دي، يا واحد أخطر، يا واحد سيف، يا واحد فيه حاجة ما موجودة في الدواء الثاني اللي هو بيشبهه. ولو قدرت تمشي بتفصيل أكتر، ممكن أتينولول ذاته يكون في واحد زيه، وتقارن بيناتهم برضو من ناحية بتاعت مثلا حاجات تانية مميزة. أوكي، وكل نوعات المقارنات ده بيثبت لك المعلومة بشكل أفضل. من النقاط المهمة جدا استغلال التتابع المنطقي، يعني مرات في معلومات تحسبها متسلسلة ورا بعض، خلاص خدتها بنفس الترتيب ده. يعني مثلا قلت لكم انه البيتا 1 ريسبتورز هي بتزيد دقات القلب، اوكي، بتزيد دقات القلب، دي البيتا 1 ريسبتورز. طيب لو قفلتها بدواء بيتا بلوكرز هيحصل شنو؟ هتقول لي هيحصل نقصان دقات القلب. طيب النقصان ده انا ممكن استفيد منه في شنو؟ والتأثير السالب بتاعه ممكن يكون شنو؟ طيب ممكن استخدمه مثلا في زيادة دقات القلب، اوكي، في علاج الاريزميا او التاكيكارديا، تمام. طيب الهبوط اللي ممكن يحصل ده ممكن تكون السايد افكتس بتاعته شنو؟ ممكن يأثر على تركيز المريض، ممكن يعمل له صداع، هيديك اند سو اون. فيلا بتبدا تتوقع الحياة بالصورة دي. اوكي، من المراجع المهمة جدا نفس المرجع بتاع رانجان ده اللي قلت لكم قبل في البيزكس، في نسخة منه مكتوب فيها فلاش كاردز. فلاش يعني انا اتذكر سريع، ودي انا بستخدمها اثناء الامتحانات او قبل المحاضرة مثلا ب10 دقائق، انا عايز اتذكر الادوية سريع او كده. الفكرة بتاعت الفلاش كاردز انه هي عبارة عن مرجع، نفس المرجع اللي قلناه قبل، لكن محذوف منه الكلام وخلوا الصور وخلوا المخططات والملخصات موجودة فيه، فممتاز جدا. وفي نسخة منه بتاعت بيزك اند كلينيكال، برضه في بيزك اند كلينيكال فلاش كاردز، ممتازة جدا للتذكير ولمراجعة الأدوية بصورة سريعة. آخر حاجة، لازم تختبر معلوماتك. خلاص أنت قريت بطرق مختلفة بالطريقة اللي بتناسبك، اختبر معلوماتك وحل أسئلة في الفارماكولوجي. في كتاب اسمه MCQs in Pharmacology، أو لو خشيت جوجل كتبت MCQs in Autonomic Nervous System Drugs، MCQs in Drug Acting on the Central Nervous System، لو كتبت MCQs in كده PDF بتنزل لك كمية من الأسئلة. حل الأسئلة، لأنه طريقة تعاملنا مع المعلومات بتختلف لما نبدأ نحل الأسئلة، اوكي، وبتبدأ تثبت بطريقة مختلفة وظريفة. بختم بمعلومة مهمة جدا هتغير نظرتك لكثير من طرق المذاكرة، واللي هي Learning Pyramid. فبيقول لنا انه Lectures، المحاضرات، كمية المعلومات اللي بطلع بيها من Lectures وبتقعد معاي لفترة طويلة تقريبا بتكون 5%. طبعا الطريقة دي او الحاجات النسب المكتوبة دي هي يعني بتختلف، ممكن من environment، من بيئة لبيئة، لكن النسب بيناتها او التفاوت بيناتها هيظل كما هو، اوكي، نفس المعدل يعني. فالليكشرز 5%، 5% فقط، اوكي. الريدنج، المذاكرة او القراءة، نقول القراءة 10%. الاوديو فيجوال، يعني لو انا مثلا فتحت صوت بديت اسمع صوت او شفت فيديو، هنا مع المعلومات اللي ممكن تقعد معي فترة طويلة يعني تقارب 20%، ده بنسميه الريتنشن. الريتنشن اللي هي كمية المعلومات اللي تظل موجودة 20%. الديمونستريشن، لو في شخص قدامي شرح لي الحاجة دي بديمونستريشن، ديمونستريشن يعني عرض توضيحي، عرض، اوكي، او تطبيق قدامي، طبق الدواء قدامي في حاجة وقال لي ده بيعمل كده وكده، اوكي، ده ديمونستريشن.
نجي لحتة أقوى بكثير، واللي هي جروب ديسكشن، النقاش يا شباب، النقاش النقاش النقاش. الجروب ديسكشن 50%، عشان كده لو في اتنين يتغالطوا في معلومة ويتناقشوا في معلومة، من الصعب انه بالمناسبة ينسوها حتى بعد سنين. ليه؟ لأنه هنا انت دماغك اتفاعل بطريقة مختلفة مع المعلومة، بالتالي بتقعد لفترة أطول. Practice by doing، التطبيق. لو انت طبقت المعلومة بيدك، اجيت المستشفى، شفت الحاجة، شفت التأثير، شفت الأثر الجانبي للدواء الفلاني، جبت الدواء من الصيدلية اديته للمريض، بديت تلاحظ الآثار الجانبية عليه. دي كلها practice 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 by doing. وهنا أنا بقول لك استغل أي وجودك في صيدلية، في مستشفى، في المجتمع، في الكوميونتي، حاول لاحظ الحياة دي، أوكي؟ لأن دي بتضيف لك لمعلوماتك، وهي واحدة من طرق التعلم الممتازة جدا. وهنا أنا ناخد لنا وقفة، يعني يا ترى واحد تفتكره هو الأسرع في من ناحية بتاعت زمن؟ يعني أنا لو داير أقرأ مادة أو خلينا نقول شابتر بيتكلم عن الأدوية بتشتغل في السي إن إس، أسرع واحدة اللي هي بتديني معلومات كثيرة في زمن قصير، هتلقى إنه يعني الجزء اللي فوق ده بيديك معلومات كثيرة في زمن أقصر، أوكي؟ لكن أول ما أنزل تحت، يعني لو دار أتناقش في معلومة، أكيد بنتناقش في دواء دوايين، ممكن تتناقش في 50 دواء. والبراكتس انت يعني ممكن في 3 ايام 4 ايام تكون عرفت لك 2 دراكس بس، او 3 ادويه بالكثير. يبقى كل ما ننزل لتحت الزمن يبقى كثير، يعني انت محتاج زمن كثير. عشان كده ما بنقدر نتعلم بالطريقه دي في كل الاوقات، لا، بس انا بقول انه طالما انت عندك الفرصه، طالما عندك الفرصه تناقش، او حتى لو مع الدكتور او مع زميلك، او تعمل حاجه براكتس، او تكون جزء من البراكتس، او تشاهد البراكتس، انا بقول لك استغل الفرصه دي في انك تركز، لانه دي واحده من طرق التعلم الممتازه جدا. واخيرا افضل طريقه للتعلم هي انك تقري الناس المعلومه، او تشرح لزملائك المعلومه. ودي الطريقه صراحه دي الطريقه اللي احنا افادتنا، انا وكثير من زملائي افادتنا جدا، لانه ببساطه احنا كنا بنشرح للناس تعال، يعني انا عندي، يعني ما شرط كمان اكون عارف المعلومه، انه اكون انا البروف بتاع الدفعه وامتياز وبتاع، لا لا، بس تكون عندك فكره، يعني عندك فكره وحاسس نفسك بتقدر تشرح للناس، اشرح لهم، طوع انت من ما اللي ينادوك، يعني طوع انت من ذاتك، ولانه طبعا الحاجه دي بتفيدك 100%، يعني المعلومات ما حتنساها ابدا، اوكي؟ فدي كلها طرق مختلفه، ودي نصائح مختلفة. أنا قلت الآن عدد من النصائح زي ما قلت ملخص لكل الكلام اللي قلناه في الفيديو المهم ده، إنه دائما راجع عاداتك وراجع الأساليب بتاعت القراية اللي أنت بتستخدمها. أبدأ بالبيزكس، ظبطه تمام. بعد ذاك لو أنت بتقرأ في كلينيكال، استخدم بيزك أند كلينيكال فارماكولوجي، أقرأ المعلومات بتسلسل، ركز على الدراجز أكثر من الباثولوجي. الباثولوجي افهمه بصورة عامة، استخدم النوتس او اخذ نوتس، حاول اقراها قبل المحاضرة الجاية، واستخدم الاسئلة او حل الاسئلة وناقش، واعمل براكتس بقدر الامكان، بقدر ما اتيحت لك الفرصة. ده جزء من نصائح كثيرة انا يعني بعرفها، لكن دي اغلبها او دي الاهم فيها. واذا عندك حاجة اضافية افادتك في مذاكرة علم الادوية، نزلها لي تحت في التعليقات. ولحد الفيديو الجاي أشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.